حلال حلال حلال. لا مانع أبدا في الشرع الشريف إن الناس تتفق على أيام معينة يجعلوها خاصة ببعض المناسبات الاجتماعية، طالما أن هذه المناسبات لا تتعارض مع الشريعة ولا تتعارض مع الدين. فذلك لا مانع أن نتخذ يوما من الأيام لكي يظهر الناس كل واحد منهم للآخر عن مشاعره نحوه وعلى أنه يحبه.